قدمت في 2009 في باريس كولكشن مستوحاة كله من التراث المصري، يا ريت حضرتك تكلمينا عنه. وبنكمل يعني، هي البداية كانت في 2008 و2009 إن أي كولكشن هتعرض بره مصر لازم تبقى بتمثل الثقافة المصرية على مر العصور. ففي 2009 كان وقتها الحكاية يعني، كانت إحدى الآلهة الإغريقية أخذت مركب من مراكب الشمس وتجولت بداية في النيل، اتفرجت على الحقبة الفرعونية في الأول ولبست ملابس مستوحاة منها. ده كان في 2000، الملابس الفرعونية اشتغلناها في 2008. بعدين 2009 عدت على بمركب الشمس بتاعتها على الحقبة القبطية وشفنا عناقيد العنب اللي هي الكارما، وده أحد الرموز المهمة للكنيسة القبطية، بنلاقيها دايما موجودة في الخشب في الهياكل في الكنيسة. وبما أنها مرت بعد كده على الحقبة العثمانية أو المملوكي، لبست السروال المستوحى من لبس المماليك فترة بتاعت محمد علي، واستوحت التفاصيل بتاعت الكولكشن دي لما دخلت الجوامع واتفرجت على الأرابيسكات اللي موجودة والجداريات، ومشيت في شوارع بتاعت خان الخليلي شافت التطريز. هي هنا دي الآلهة الإغريقية باللبس الإغريقي بتاعها يوناني. شفنا التطريز، يعني كل فستان هنا بياخد شكل عباسي او شكل الارابيسك او شكل الحاجه اللي هي المفروض ان هي مرت عليها بتعمل في الفستان. هي بتعدي على الحقبه وبتحاول ان هي تلبس اللبس بتاع كل فتره، ولكن بعد تطويره لما يتناسب مع الزمن بتاعنا دلوقتي. يعني هو مش لبس تاريخي، لا هو لبس معاصر، هو معاصر ولكن فيه تفاصيل تاريخية يعني. أو ده شغل التطريز اللي اتعمل في خان الخليلي لأنه متوارث من الحقبة العثمانية في مصر. هو اتعمل في خان الخليلي ولا انتوا خدتوا حاجة من خان الخليلي وركبتوه على التصميم؟ لا، هو اتنفس في خان الخليلي بالتصميم بتاعنا اللي احنا استوحيناه من الفترة دي هي. يعني كنا بنعمل الديزاين بيبقى مستوحى من الحقبة دي ويترسم على القماش ويتسلم هناك في خان الخليلي يتطرز حسب اللي احنا عايزين. كانت الغوازي المصرية، تعرف حكاية الغوازي انهم بدأوا من الأقصر. الغوازي المصريات كانوا بيجوا من القبائل اللي جاية من الصحراء الشرقية، وده الحزام تم إعادة تفكيره ليتناسب مع البنات في السن الصغير. يعني انتوا خدتوا الحزام جاهز ركبتوه على تصميمات معينة بحيث ان احنا نشتغل عليه؟ عملنا بالليزر اقطان اتقصت وتزودت عليه، اتخيط معاه، وبدأنا نعيد تفكير ليه لتوبات. ده هنا مراكب الشمس لما بتعدي على ضفاف النيل والياسمين المصري اتقص بالليزر في الشيفون وتم تركيبه على الشيفونات، ودي بداية الكولكشن اللي بنقول عليها الغروب الشمس. درجات السومون والأورانج كأنها تاخد ألوان غروب الشمس.